في قصصهم عبرة. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، نقص عليك نبأهم، يقصون عليكم آياتي. نحن نقص عليك آية وحكاية. قبل ما نكمل الحكاية نسمع ساعة الآيات هذوما من بعضنا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى. فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى. فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة. وعصى آدم ربه فغوى. ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. صدق الله مولانا العظيم. كانت هذه آية 115 إلى آية 123 من سورة طه. صحيح. توا باش نخليوها الآيات هذوما باش نخليوهم باش نكمل أنا نفسر لكم الحكاية. كما كنا نسمعوا توا في الآيات إنه ربي سبحانه وصى آدم وحواء ونبه عليهم وقال لهم ردوا بالكم راهو إبليس عدو. معناتها ما تعطيهوش لمان وراهو يجم يكون هو سبب إنه يخرجكم من الجنة. نبههم. تولي وتشقاو وتولي وتتعبوا قبل حتى ما تجي قصة الوسوسة نتاع إبليس. وهاني جاية نكمل نفسرها لكم. ووعدوا ربي قال له راك ما تجوعش فيها وما تتعراش. هذا عكس الكلام اللي تقال إنه سيدنا آدم عليه السلام ما كانش معناتها لابس، كان مستور من الأول، من أول ما خلق من أول ما خلقه ربي وهو مكسي في الجنة. والاعتقاد إنه الإنسان في أول الخلق إنه عاري هذا ما هوش صحيح جملة. لهنا إبليس احسد بيان سور بونا آدم وأمنا حواء وقعد يكنبص يحب أي طريقة يخرجهم من الجنة كيما هو ربي عاقب وطردوا منها. أما فما حاجة يزمنا نخموا فيها ساعة إنه ربي سبحانه آذن باش يدخل لإبليس للجنة المهمة فقط. علاش زعما؟ باش يمشي وسوس. صحيت. هو باش يختبر به بونا آدم وأمنا حواء وليه هو كانت فقط مهمة فك الوقت هذاك برك ويعاود يخرجوا. معناتها دخلوا للجنه جوست للمهمه ذيك ويخرجوا. وحب زاده اونترتون يختبر بونا ادم وامنا حواء. اي سيدي ادخل ابليس للجنه للمهمه ذيك وبدا ليل ونهار وهو يوسوس يمشي ويجي عليهم ويقول لهم كلوا من الشجره اللي ربي نهاهم عليها. قال لهم خذوا خيرات الجنه الكل وتقعدوا ديما شيخين وعايشين ومستورين ولابسين. الشجرة ذيك ردوا بالكم تدوروا بها. يا أخي أكا إبليس قعد يوسوس لهم وقال لهم كان تاكلوا منها توليوا تخلدوا في الجنة وما تموتوش وتوليوا من الملائكة الكبار. ويحلف لهم ويقسم بربي. إبليس هو يوسوس ويكذب ويعملهم الكل، المهم يقنع. وهذاك هو المقرص، هذاك هو المعجون ليل ونهار ويحكي في نفس الحكايه هذيا حتى لين
الأول طمعهم واقتنعوا بكلامه وسمعوا كلامه، ولاو شي كلامه الشجرة ياخي طمعهم وكلامه الشجرة. لهنا كيما في الآية سمعناها، بدت لهما سوآتهما، معنتها تعراو وطاحوا حوايجهم ياخي حشمو. شفت لهنا عودنا رجعنا اللي هو كان مستور، وبعد ما كلاهم الشجرة اتعراو، بعد ما عملوا حاجة اللي ربي وصاهم عليها، قال لهم ردوا بالكم تمسوا، هما كلاهم منا وحوايجهم طاحوا منا، دونك وقتها هما تعراو، أما مش من قبل. فهمتوا لهنا الحكاية؟ معناتها ربي كي خلقهم خلقهم مستورين، أما هما كي عصاوا ربي وقتها تعريوا. هذه معلومة مهمة يلزمكم تفهموها. باهي وقت شنو عملوا هما؟ ما لقاو حتى حلوا حشمو، ولاو ينحيوا في الأوراق نتاع الشجر ويغطيوا بها في رواحهم. يا أخي وقتها هما ما عندهم حتى حل آخر، ولاو في ساعة نكزوا عليك الشجرة ونحاوك الأوراق نتاعها وبداو يلموا فيهم هكا ويغطيوا في رواحهم. كما سمعنا توا في الآية، وطفقا يخسفان عليهما من ورق الجنة. هذاك اش معناتها؟ التفسيرها انهم نحيوا في الاوراق ويغطيوا في رواحهم. هذاك علاش باش نزيد نسمعكم آيات اخرين باش تزيد تفسر لنا الحكاية هذيا. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. فدلاهما بغرور. فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. صدق الله مولانا العظيم. كنت بآية 19 إلى آية 24 من سورة الأعراف. صحيح فاطمة. كما كنت نحكي لكم لهنا، بعد ما بيان سور كر عليهم إبليس وعملوا عملتهم، عاتبهم ربي وقال لهم مش قلت لكم أنا الشجرة هذيك ما تقربوهاش وما تدوروش بها وراهو هذاك عدو ليكم وردوا بالكم تقربوا منه؟ يا أخي بونا آدم وأمنا حواء جاوبوا كما في الآية وقالوا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. الحاجة الباهية إنهم هما استعرفوا بالذنب نتاعهم وبالخطأ نتاعهم وطلبوا من ربي يغفر لهم ويسامحهم، والله غفور رحيم. وبيان سور ما قعدوش ريوسهم صحيحة وشدوا معناتها في كلامه وما طلبوش السماح والمغفرة كيما إبليس، خاطر إبليس ما طلبش السماح، أما بونا آدم وأمنا حواء طلبوا السماح والمغفرة. يا أخي ربي سبحانه عاقبهم وخرجهم من الجنة، أما ما خرجهمش من رحمته كيما خرج إبليس، خاطر هما ما سمعوش الكلام، دونك خرجهم من الجنة وما خرجهمش من رحمته، معناتها باقي ديما تحت ربي، معناتها هما حتى كي باش يخرجوا من الجنة كي باش يطلبوا الرحمة وباش يطلبوا المغفرة وباش يطلبوا ربي سبحانه، قدرة ربي ربي يستجيب. هنا الفرق. يا سيدي هبط سيدنا آدم وأمنا حواء وإبليس، هبطوا ثلاثة للأرض، ويقولوا في برشا روايات إنه آدم هبط في الهند وحواء هبطت في مدينة جدة،
وقعدوا زوز يلوجوا على بعضهم، قعدوا يلوجوا 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 حتى لين تلاقاو في عرفات. هذاك علاش تسميت البلاصة عرفات، خاطر هما عرفوا بعضهم غادي زوز. أمنا حواء بلاصة اسمها عرفات، جبل عرفات اللي توا في مكة، جبل عرفات. مكة هي صحيح البلاد. اي مو حبيت نعطيكم البلاصة بالميساج كيما تعرفش، قول لي حبيبي نقول لك انا. اي سيدي من وقتها بدات الرحلة في الأرض، وأنجبت أمنا حواء طلعوا قديش هاي؟ جابت 40 توأم. تعرفوا شو معناتها توأم ولا لا؟ اي معناتها زوز شبهوا لبعضهم. صحيت فاطمة، زوز تولدوا مع بعضهم، وصحيت زاد قصي معناتها هي حبلت 20 مرة، في كل مرة تجيب توأم، طفلة وطفل، طفلة وطفل، حتى لين جاو 40 صغير. ويقولوا زادة إنه بونا آدم عاش تقريبا 1000 سنة، وشاف أحفاد 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 أحفاده. شفتوا محلاها القصة؟ ومن وقتها بدا تاريخ سيدنا آدم، وبدات البشرية ونسل البشرية معناتها، وبداوا العباد عادة يتزايدوا ليومنا هذا. محلاها الحكاية؟ عجبتكم؟ هي. عندكم سؤال آخر؟ لا. تمشيوا ترقدوا؟ ليه نحب نسألك يا أخي، المدينة اللي هبطت فيها أمنا حواء في مكة زادة؟ هي هبطت في جدة، وجدة بعيدة على مكة 60 كيلومتر. وهو هبط في الهند؟ وهو هبط في الهند. وقعدوا يلوجوا على بعضهم. ربي سبحانه من عند ربي هكاك هبطوا باش يلوجوا على بعضهم، ولقاو بعضهم في عرفات. وبدات من وقت البشرية وجابت الصغار، وكما قلت لكم جابت 40 توأم، معناتها 20 مرة حبلت، كل مرة تجيب طفلة وطفل طفلة وطفل طفلة وطفل، حتى لين تكاثروا بشوية بشوية. وبونا آدم كما قلت لكم عاش تقريبا 1000 سنة، وخلط على حفاد 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 حفاده. ومن وقتها بدات البشرية ليومنا هذا. حتى لين ما جينا نحن؟ حتى لين جيتوا انتوما. جيت أنا ساعة بعد جيتوا انتوما. أي تو نقولوا تصبح على خير؟ أي. أي. أما قبل ما نقولوا تصبح على خير. سؤال. أي جاي وحدايا. استنى استنى السؤال نعديه هكا وانتم بحذايا، ما ننسيش حاجه هكا ولا هكا. اجا اي محلاها. اش بنتي اش بنتي يا ربي. السؤال اليوم يقول شكون تخلق الاولاني، امنا حواء او بونا ادم؟ او 1 امنا حواء، او 2 بونا ادم. للمشاركه والفوز معنا بعمره تبعثوا اس ام اس على 85 885. حظ طيب للجميع. باي باي. على خير. في قصصهم عبرة، تلك القرى نقص عليك من أنبائها، نقص عليك نبأهم، يقصون عليكم آياتي، نحن نقص عليك آية وحكاية.